حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي الأسلمي عن رجل من بني الديل قال صليت الظهر في بيتي ثم خرجت بأبا عرالي لأصدرها إلى الراعي فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس الظهر فمضيت فلم أصلي معه فلما أصدرت أبا عري ورجعت ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي ما منعك يا فلان أن تصلي معنا حين مررت بنا قال فقلت يا رسول الله إني قد كنت صليت في بيتي قال وإن